فكملنا كاع الفنادق على شط البحر والفنادق في الصحراء، وكبيناهم كي كنا نبنيو فيهم فتحنا تروز انستيتيو دو فورماسيون تاع بوسعاده لي بتي بارسونيل. فتحنا تيزي وزو لانستيتيو دو فورماسيون دي تكنيك اوتوبيان تاع المستوى تاع لي شيف سيرفيس. من بعد زدنا فتحنا في فلوراسي 76 ليكول سوبيريور تاع السياحه. كي تبني لي زوتيل لازم تكون تكون لازم يتبع. كي كملنا هاد الشيء هذا باش نعرفوا بلادنا والفنادق الجدد على شط البحر والصحراء، رحنا فتحنا 5 بيرو دو ريبريزونطاسيون في الخارج، لندن، ستوكهولم، فرانكفورت الالمان، بروكسل لابلجيك، وباريس في فرنسا. المكتب تاعنا تاع في ستوكهولم لا سكوندينافي لا سويد تاع الماركة النرويج كان يخدم مليح. بعدها بدا يجيو لنا دي شارتات طيارات كومبلي، يجيو لنا من 73 حتى 76، يجيو لنا من المان من فرنسا من الطليان. دي شارتات واش معناتها؟ سي دي تاك دي زافيون تاكسي، يجيبوا لي توريست ما يجيبوش لي زوطر باساجي تاع لي فول ريغولي هذوك اللي نمشيو فيهم حنايا نورمالمون. هذا هو اسمه لو شارتات، لو شارتات ريزيرفي لهاد لي جروب تاع لي توريست. كنا في ذاك الوقت هذيك السبعينات كانت الإرادة السياسية خاطش لي زوتيل كانوا جدد، البيرسونيل كان فورمي، وكانت الثقافة السياحية لا كولتور توريستيك اللي اكزيستي ان ايتي با انكور بارفيت، اللي كانت نحسوها في البلاد، نحسوها في الفنادق، وبلادنا كانت نضيفة في ذاك الوقت. سي امبورتون اللي جينا. لا مونتاليتي ما نديرها. نحكوا لها. دونك هاد المكاتب هادو في الالمان وفي بلجيكا وفي فرنسا خدموا الخدمه تاعهم تاع لا بروموسيون تاع البلاد، و بلي دي كليون دي كونفيرونس دو بريس و دي فواياج ديتود. الجزائر في السبعينات وانا بديت في 75 كنت 24 سنه في عمري، كنا كومبلي 6 شهور على الافونس الصيف، المواد جونفي فيفري كنا نحبسو كومبلي، كنا نرفوزيو لي دوموند تاع الخارج، وفي الصحراء كنا كومبلي من شهر اكتوبر حتى لشهر مي، وكانوا يجيو لنا لي جروب تاع السواح حتى في جويو اوت، المهم ولا كانت السخانة كانوا يجيو، لوبر في الطابورة بيسين تكون نظيفة، ولا كليماتيزاسيون في الزوتيل في الواد في بسكرا ولا بوزعاد، بصح السخانة ما كانش تخلع حمض. في الصحراء كان الكليما ساك، الانسان ما يعرفش ماشي كيما هنا عندنا حنايا عين طايع على الشط نعرفو دونك ايميل وكليما ساك. السبعينات خدمنا 10 سنين مستوى عالي، كنا في النيفو تاع تونس تاع المروك، كنا خير من مصر وخير من الترك. الترك دوكا راهم هربوا علينا حتى تنزل. الترك كانت السياحة ما عندهمش حتى في الثمانينات، وحنا شفنا في الثمانينات الشوك بترولي، الأسعار طلعوا حنا تاع البترول، دونك الدوفيز كانت كاينة، الكوميتي سونترال جو اف ال ال المواد 1980، أنا كان عندي ديجا 6 سنين في السياحة، قالوا لنا حبسوا لنا هاد السياحة تاع الخارج، عندنا الدوفيز، لازم ديفلوبي السياحه الداخليه، توريزم سوسيال فاميلي بوبيلار، كنا في السوسياليزم هذاك الوقت ما ننساوش. دونك خلينا السياحه توريزم انترناسيونال اللي كنا تعلمنا كيفاش نستقبلوه كيفاش نسافيو، كان كنا في المستوى المطلوب كما تونس كما المغرب. قلت لكم كنا خير من مصر وخير من تركيا وخير من البرتغال تاع الديكتاتور سالازار هذاك الوقت. هذاك ما كانوش البرتغال ما كانش يجوها السواح على جال لا ديكتاتور سونغ لونتري كانت عندهم في البرتغال.